اليوم نتكلم على فيما يخص الذوابح الرملية في الجنوب لو فون سابل. كاين في بعض الولايات انا يتعين لي غلطة وغير قانونية، لان الاشغال العمومية من المفروض تكون عندها متابعة على لي نورم تاع لوتوروت، لان تصير تروحي في بعض المناطق، وخاصة نعطيكم في سبيل المثال ولاية جلفة. على مدخل ولاية جلفة من المدية باش ندخلوا ولاية جلفة، تصيبي لا سيباراسيون ما بين لي روت، تصيبي لو بيطا. نورمالمون ممنوع يندار في مناطق اللي يكون فيها لو فون سابل، لان لو فون سابل كي يكون الزوابع الرمليه رايح يتحجر في البيتون هذاك. والمواطن نورمالمون هو شاف يوميا الاشغال في هذيك لوطوروت على الصيانه باش ينحيوا الرمل هذاك، بلاش هذه الخساره. وزيدي النهار كي تكون هذيك البقعه تاع الرمل تتحجر كي يكون فون سابل، رايح تسبب في عوده المرور. السياره النهار كي تدخل في هذيك البقعه رايحه تنقلب اوتوماتيكمون، رايحه تنقلب وتتسبب في عود المرور. هي من المفروض في الجنوب ما نديروش البيطون اللي يقسم تتحرق منه، من لازم نديرو الحديد كما دايرينهم سيديرا كما يوازيهم في بعض المناطق في السيتش شفناهم وهم مشكورين الولايات. نحيو البيطون هذاك، نواسيو الحديد الطريق باش الرمل كي يجي من الغرب ولا من الشرق ولا من الجنوب ما يتحجرناش في الطريق، وهنا لسلامة المواطن.